الصوت الحلو مش غريب انه حلو. صوت سنت يا حبيب. ليش حلو؟ لانه الوالد طبعا فنان محبوب وصوته حلو وسام حبيب. مرحبا سنتيا. تمام. شو هالصوت الحلو والاداء الحلو؟ يسلموا. مرحبا الفنان المطرب وسام حبيب، كيفك؟ حبيبي شادي، كيفك؟ مبسوطين بهالعمل الجديد اللي اطلقتوه بمناسبه عيد الام؟ الله يخليك يا ربي. اول شيء بتشكرك وبتشكر الاذاعه، وبحب اعيد على كل الاميات واقول يعني ان شاء الله ربي بتضلكوا فوق راسنا ويخلينا اياكم جميعا. الله يخلي كل اميات العالم يا رب يا رب. سنتي هاي فكرتك انت؟ انا قلت لابوي انه حابه اقدم غنية لامي عشان عيد الام، فقال لي انه طيب، فرحنا عملناها. ليش اخترتي هاي بالتحديد الاغنية؟ في كتير اغاني عيد ام. لانه حبيت لهاي. حبيتيها؟ طيب منال الوالدة شو قالت؟ اول اشي بكيت هي اول ما سمعتها. وانه انبسطت عشان الغناي، تأثرت يعني. حلو. وسام انت اكيد رفقتها بالتسجيل كمان. طبيعي اكيد، لانه التجربة الاولى كانت لها، وحبيت اني اكون معها طبعا عشان اشجعها واعطيها معنويات اللي تكون هيك عندها اكتر راحة يعني بالغناء وتكون مرتاحة، لانه هذا استوديو، استوديو يعني شوي بخوف لواحد عنده خبرة. كيف لحد جديد. طب وسام انت كمان بترفقها بالغناء؟ مظبوط. ليش ليش حبيت تكون انت معها؟ الفكره هي انه يعني هي الاغنيه بتتغنى لمجموعه، يعني المجموعه اللي بغنوها، فحبيت اني اكون معها. قلت لك كمان مره لانه بدي تكون حاسه اكثر هيك ماخذه راحتها يعني في الغناء، وحبيت انها رافقها كفكره، فكره حلوه كان عشان اول مره كمان، فطلعت لذيذه حلوه يعني اللي سمعوها حبوها. وكمان هديه كانت لأمها، وهدي مني أنا لأمي كمان، ومن سنتيا لأمها، فحلوة كانت. سنتيا أنت أخذتي أكيد ردود فعل صح؟ شو قالوا لك؟ قالوا لي أنه كتير حلوة الغناي، وأنه كتير كان صوتي حلو فيها، والكل تأثر لما سمعها. اتفاجئوا أنه أنت بتغني، ولا كان بالنسبة لكتير ناس أنه طبيعي ما هو الوالد وسام حبيب؟ هو صح، بس ما كانش كتير ناس يعرف انه انا كمان عندي هالموهبة، فعشان هيك كان الكل حبني لما غنيت وعرف انه صوتي حلو. راح تكملي بالغناء حبي يعني هذا المجال، ولا بدك تدرسي موضوع تاني؟ لا هذا المجال. هذا المجال بس هذا المجال طبعا بالاول انا تخلص دراستها وتخلص هاي. بعدين طبعا لقدام بس تتخرجي. وسام انت شو رأيك، سهل لصبية تشتغل بمجال الفن؟ هو حسب شو اللي يعني، انا بمجال الفن في كتير صبايا بيشتغلوا، ومجال الفن مجال حلو. لا بس دائما بقولوا انه يعني الصبايا اصعب شوي من الشباب، ولا هذا مش مزبوط؟ لا مش اصعب من اي ناحيه، يعني اذا بتيجي بتحكي على شغلنا يعني انه ما ينفع تغني بعراس مثلا؟ لا عراس لا، انا طبعا انا مش راح اوجهها لهذا المجال او هذا الخط من الفن يعني، لا في كتير اشياء يعني. طبعا يعني بتعلم بيانو كمان، بتعلم تفتيح صوت. حلو. وطبعا عروض اغاني خاصه لها، هذا اللي انا بدي اياه، تعمل سيديات، تعمل اغاني، تعمل مهرجانات كذا ان شاء الله يا رب. ما مش طبعا حفلات العراس، حفلات العراس الاجواء اللي لا اكيد لا، صعب شوي بتقول هالاجواء بالضبط. طب في اغاني جديده لإلك وسام؟ سمعنا اغنيه جديده، في طبعا اغنيه خلصت بس شو اسمها؟ كمان كم من يومين راح تتصور كليب. الأغنية اسمها مات الحب، تذكر الموضوع يعني اسم الأغنية تذكر الموضوع، من كلمات وألحان أدهم سلوم والتوزيع حبيبي معين شعيب. حلو. احنا على موعد كمان بالتلفزيون، سجلنا أنا وياك برنامج كتير حلو من أقوى الحلقات، كانت بملف سري، فكيف كان بالنسبة لك؟ منيح؟ حلو كتير. أنا شخصيا شادي أنت بتعرف برامجك دائما بنبسط فيها، وأنت معك واحد بيكون مرتاح نفسانيا. شكرا. لأنك أنت بني آدم مريح يعني. تسلم. مش إنه فان شاء الله بتمنى لك النجاح طبعا بالبرنامج. شكرا. حلقه معك كثير حلوه كانت. الله يخليك حبيبي شادي. سنتيا بدنا نقعد نسمع صوتك. طبعا. اسمعينا كمان على الاذاعه لانه راح نذيع هالاغنيه بهاليومين كثير. شكرا شادي. سنتيا شكرا. وسام حبيب وسنتيا حبيب، الى اللقاء. كل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير. باي باي. باي باي. اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي
ميت السعيد اللي عملتي لو هعملك ايه من فتاة بسهر ما نمشي من في اول مرة بمشي سنة علي لو هعملك ايه تستهلي ميت ألف عيد على عملتي لو هعملك من في تعب سهر ما نمشي من في أول مرة بمشي سنة تعالي أمي ثم أمي لحد آخر يوم عمري حب من أول حياتي وهم همي اللي قدر خير هدا بخير هدا